صنع في العرب، الخبر إليك أقرب، اشترك معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذا الخبر العاجل. الجزائر تتهم المغرب باستقالة المبعوث الأممي. خلفت استقالة الرئيس الألماني السابق هوريست كوهلر الانسحاب من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة في الصحراء ردود فعل واسعة من قبل الأطراف المعنية للنزاع. وفي الوقت الذي عبر فيه المغرب عن أسفه لهذه الاستقالة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبرت البوليزاريو عن حزنها العميق، وأوضح بلاغ الخارجية أن المغرب ينوه بهوريست كوهلر إزاء الجهود التي بذلها منذ تعيينه في غشت 2017، مشيدة بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها كولر في تأديته لمهامه. وجددت المملكة المغربية دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أما الجزائر فقد عبرت عن موقف غريب إزاء هذه الاستقالة وحملت المسؤولية للمغرب. وزعمت صحف جزائرية نقلا أن كوهلر لم يجد نفسه في وضعية مريحة وهو ما ينعكس مع طبيعته، مضيفة أن استقالة كوهلر جاءت بسبب دواعي صحية والسياسة المزدوجة للمغرب التي عززت من قناعته بالتخلي عن مهمته، يضيف المصدر ذاته. وشددت القصاصة أن ظروف تعيين كولر صعبة ميزتها حالة الانسداد التي عرفها المسار الأممي الذي كان يعمل على إعادة بعثه. وزعمت يومية الرائدة الجزائرية في هذا السياق أن المغرب لم يكن متعاونا إذ رفض إجراءات الثقة التي شدد عليها المبعوث هوريست كوهلر، لا سيما تلك المتضمنة إزالة الألغام واستئناف الزيارة بين العائلة الصحراوية وبعد جنيف. وتابعت الصحيفة أن كولر أراد التوقف قبل إطلاق الدورة الثالثة للمحادثات، وكان المبعوث الشخصي الذي بدا غير راضي بالوتيرة المفروضة من قبل بعض الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن يأمل في أخذ الوقت اللازم للتأكد من أن الجميع يسير في نفس الاتجاه. وحمل تقرير الوكالة الجزائرية دعما بينا للبوليزاريو وأطرحت الانفصال التي ما فائتت الجارة الشرقية تتبناها منذ اندلاع الصراع. وكان خبراء كشفوا للأيام 24 أن استقالة كوهلر قد يكون من أسبابها تعنت البوليزاريو والوضع في الجزائر، وأشاروا إلى أن خصوم المغرب فشلوا في إيجاد حل سياسي في الظروف الحالية، حيث تعيش الجزائر على صفيح ساخن دفعها لممارسة الضغوط لتعطيل عمل كوهلر إلى حين حل مشاكلها الداخلية. ويرى مراقبون أن المشهد الإقليمي في المنطقة يجعل الأطراف الأخرى في وضع ضعيف أمام المغرب لمواصلة الحوار السياسي لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الصحراء، ولذلك تميل إلى نهج عرقلة مسار التسوية بكل الطرق لتأجيل مناقشة ملف الصحراء إلى حدود زمن سياسي جيد للجزائر والبوليزاريو. نهاية الخبر، ادعمنا بزر الإعجاب، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.